دكتور أيمن غنيم، أستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي والقانوني. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، أهلا بسيادتك. يعني أنا أكثر ما شغلني في هذه العناوين هي فكرة التسعير، هل هناك اتفاق على ضرورة الالتزام بتسعيرة ما سواء جبرية أو استرشادية؟ لأنه الحقيقة اللي بيحصل في مصر لا يحدث في أعتى الديمقراطيات، يعني ما بيحصلش في أمريكا، التفاوت السعري الفظيع وترك الأمور كده لكل تاجر وموزع يعمل اللي هو عاوزه، يعني فريسة سهلة هو المواطن أمام غياب التسعير والرقاب. والله يا فندم، هو سيادتك بتطرح أكتر من قضية. أولا التفاوت السعري، وثانيا دور يعني تجار التجزئة وتجار الجملة في هذا التفاوت، وعمليات منع الاحتكار وعمليات تعطيش السوق. بالنسبة للمحور ده بشكل خاص، فهذا المحور الحقيقة يعني بيعالجوا قانون منع الاحتكار وقوانين الغش التجاري والقوانين الخاصة بتنظيم عمليات البيع والشراء وبتنظيم المنافسة. ولكن الحوار الوطني النهاردة هو بينطلق من صورة أشمل، وهذه الصورة الأشمل بتحددها المادة 27 من الدستور. احنا لأول مرة الحقيقة في الجمهورية الجديدة مصر يبقى عندها أولا الدستور المصري بيحدد يعني محاور النظام الاقتصادي وأهدافه، وبقى عندنا وثيقة اللي هي وثيقة ملكية الدولة، وبرضه زي ما بيقول لأول مرة الدولة المصرية بقى عندها وثائق. هذه الوثائق أولا بتتكلم على محددات النظام الاقتصادي، على أهدافه، وعلى الإنجازات اللي اتحققت قصاد هذه الأهداف بتوقيتات محددة علشان الكل يبقى يعني يبقى ملتزم بيها. فلو بنتكلم على المادة 27 من الدستور زي ما قلنا، هي بتتكلم على محاور النظام الاقتصادي وأهدافه، من حيث أولا تحقيق التنمية المستدامة، تحقيق العدالة الاجتماعية، السعي نحو النمو الناتج المحلي الحقيقي، تقليل البطالة، تدعيم فكرة الشفافية والإفصاح، تدعيم أطر الحوكمة وتشجيع الاستثمار. دكتور أيمن، اسمح لي حضرتك أنه قبل جلسات الحوار الوطني، هذه العناوين الكبيرة الطيبة كنا وما زلنا نستمع إليها، أنا مسكت في نقطة إيجابية عملية على الأرض هم تناقشوا فيها مسائل تسعير المنتجات. هل حدث شيء في هذا الأمر؟ لأنه القضايا الكثيرة اللي حضرتك تحدثت عنها والقوانين اللي موجودة لا تنقذ المواطن في هذه المسألة. لا، هي بالنسبة للتسعير، أو بالنسبة لو بنتكلم بصورة أشمل، بالنسبة للتسعير ثم بالنسبة لعملية التضخم الموجودة حاليا، فدي بتواجه من أكثر من حاجة. أولا وجود الدولة في السوق كلاعب رئيسي في توفير السلع والخدمات، بالذات السلع والخدمات اللي المواطن بيحتاجها بشكل أساسي، سواء كانت من خلال وزارة التموين أو من خلال مكودات القوات المسلحة، ده يعني مسار. وفي مسار تاني مهم جدا، وهو محاولة زيادة الإنتاج ومحاولة دعم الزراعة ودعم الصناعة اللي بتقوم بها، سواء كانت وزارة الصناعة بتقوم بها، وزارة الزراعة بيقوم بها، البنك المركزي أيضا. يعني السياسة العامة بقى لملكية الدولة، ووجود الدولة كلاعب أساسي زي ما قلنا في مجالات مثلا زي مجالات الإسكان الاجتماعي، لأن كل هذه الـ يعني المحددات بتأثر على بعض. بالنسبة للتفاوت السعر اللي سيادتك اتكلمت عليه، هو إحنا المحتاجين أكتر محتاجين عملية أولا تفعيل قوانين يعني منع الاحتكار، تفعيل قوانين دعم المنافسة، ومحتاجين يعني دور أقوى وأكبر لجمعيات حماية المستهلك، لمؤسسات المجتمع المدني. ومن هنا بيجي أهمية الحوار الوطني، في أنه بيبقى فيه مشاركة من كافة الأحزاب السياسية، كافة القوى، قوى المجتمع المدني، عشان نقدر أن احنا نطلع بمقترحات أولا يعني لاجتياز الفترة الحالية الصعبة اللي احنا موجودين فيها، والعالم كله بيعاني من موجة تضخمية ناتجة من الحرب الروسية الأوكرانية، واحنا بنعاني أكتر طبعا نتيجة لانخفاض العوائد
سواء كانت العوائد الدولارية، سواء كانت السياحة اللي تأثرت طبعا بالحرب الروسية الأوكرانية، أو ارتفاع سعر الدولار وبالتالي زيادة التضخم. بشكرك جدا يا فندم. بشكر حضرتك جدا دكتور أيمن غنيم الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، شكرا جزيلا.